السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب النهاردة اخد رأيكم في فكرة ممكن تفيدنا كلنا. لو حد حابب يشارك في القناة بفيديو له يتكلم فيه عن منهج نقدي، يقدم قراءة تحليلية او ملخص للنص المسرحي، يتكلم عن موضوع التمثيل، الاخراج، الكتابة المسرحية، اي موضوع ادبي او مسرحي، لنا فيديو صغير على رقم الواتس الموجود اسفل الفيديو في صندوق الوصف، واحنا هننشره فورا عشان كلنا نستفيد. مستني مقاطع فيديو كتير منكم. شكرا.